جرى بديوان السلطة المحلية بمديرية الشحر التوقيع على مذكرة تفاهم للبدء في المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي بمدينة الشحر بعد استعراض مكونات المشروع من قبل الفريق الهندسي من الشركة الاستشارية للمشروع HHS لرفعها للجهات الداعمة للوكالة الألمانية GIZ. وخلال اللقاء استمع المهندس محمد عبد الله بن إسحاق مدير هيئة المصايد والإنزال السمكي بالمديرية والمهندس أحمد بن مختار مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمديرية الشحر والأستاذ سعيد بن إسحاق مدير مكتب الأشغال العامة ومندوب الجمعيات السمكية بالمديرية والدائرة الهندسية بالسلطة المحلية من الفريق الهندسي للشركة الاستشارية HHS برئاسة المهندس سعيد باسليمان مدير المشروع في تكوين المشروع الذي يحتوي على مجمدة أسماك ومصنع للثلج ومبنى لإدارة مركز المعلومات ونافذة للبنوك ومركز الإرشاد السمكي ووحدة صحية وشبكة الكهرباء وبئر للماء ونظام تزويد المياه ونظام الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والطرق الإسفلتية الداخلية ومكتب محطة وقود.